Allow me to welcome His Excellency Ambassador Christian Berger, head of the EU delegation in Egypt, in Egypt for his speech. <متده> <طيبك رخ فيه> رئيس الوزراء الوزراء وأصدقاء نوفي من إذ ما أردنا أن نتحمل الضغوط الحالية والمستقبلة علينا أن نضمن الإدارة المستدامة للطاقة والغذاء من أجل تحقيق التوازن بين الطبيعة والناس والاقتصاد مع تزايد عدد السكان في العالم وتغير المناخ وشح المياه فكان علينا تعزيز التعاون الأمن الغذائي والإمداد ذات طاقه امران متشابكان مصر تأثرت كثيرا جراء الجفاف الأخير ولكن دعوني أحيي الجهود الجبارة التي بذلتها الحكومة والشعب مبادرة نوفي انما هي مثال حول الإصلاحات وتحقيقها في تحديدا في الاقتصاد وقد تقبلتها مؤسسات التمويل المالية تعهد الاتحاد الأوروبي ب 35 مليون في صورة منحة مع الحكومة هذا الدعم يأتي في في شراكة متنامية في ظل توقيع مذكرتين تفاهم من أجل تقديم تمويل إضافي لاستراتيجية الانتاج الطاقه المتجدده واستراتيجيه الهيدروجين الاخضر. نحن نقود مشروعات الخاصه بالتكيف والتخفيف في الدلتا والتي تضررت جراء ارتفاع مستوى البحار. هذا الدعم يتوازى مع مشروعاتنا في القطاع الغذائي. اكثر من ألف اسره سوف تستفيد من هذه المشروعات المشروعات التنموية المتكاملة التي ستطلق بجانب مشروعات حياة كريمة بالإضافة إلى 20 مليون في صورة منح وقد وفرنا 100 مليون دولار من أجل تعزيز المنشآت التخزين وميكنة الميكنة الزراعية وتوفير البذور الأكثر قدرة على تحمل الملوحة والجفاف. إن مصر الأوروبية لهما تاريخ طويل للتعاون وقد حضرنا من أسبوع مصر للمياه وعملنا على إطلاق إعلان مشترك حول المياه من أجل دعم أمني مصر للمياه عبر الإدامة عبر الإدارة المستدامة لموارد المياه. في هذه الأوقات الصعبة علينا أن نواجه التحديات باستراتيجية طويلة الأجل المياه والطاقة والغذاء هي أمثلة حول مفهوم الاستدامة الذي يبرز اليوم والذي يمكن ان نقدمه الاجيال القادمه. نحن على قناعه ان التحول الاخضر نحو الاستدامه باعتباره مشروع طويل الأجل يمكن تحقيقه عبر خطوات مستدامه. وهي احد الاجابات الاساسيه لما نواجهه من تحديات جيوسياسيه. نوفي انما هو مثال يحتذى به في المناطق الاخرى أن أهنئ السيدة والدكتورة مشاطة على تطبيق هذا النموذج المشرف